A block of mass 2 kilograms attached to the end of a spring. The spring is stretched 0.4 meter. Then the mass stops momentarily before oscillating. يعني كان هنا وصل لغاية هنا وقف لحظيا على السرعة بصفر. We'll find the spring constant K in Newton per meter. نطبق بين البوزيشن 1، نقول ده البوزيشن 1 والبوزيشن 2 conservation of energy. هنقول ال K 1 زائد ال U 1. مفيش عندنا لا فورس ولا فريكشن ولا الريزيستنس، هتساوي كي 2 مع اليو 2. الاتش هنا بصفر، الاتش هنا 0.4 متر، الكي 1 هنا كانت بصفر، فوق كان عندنا ام جي اتش وما كانش فيه سبرينج، يبقى ام جي اتش اللي هي 0.4. هنا بصفر برضه لاني منتر الستوبس وما فيش ارتفاع الاتش هنا بصفر، خلاص كتبتها. يبقى نص كي في المسافة اللي هي اكس سكوير اللي هي 0.4 تربيع. اذا الماس اللي هي 2 الجي ب10 في 0.4 هتساوي نص كي مجهولة 0.4 تربيع. اذا الكي هتساوي كذا نيوتن بير متر. نشيل واحدة مع التربيع، هيبقى 4 على 0.4، 10 في 10 يبقى 100 نيوتن بير متر.